الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الوحيد القهار رب السماوات. أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأخيار نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، الفتن. معنى الفتنة، للفتنة معاني عدة من الضلال والمهنة واختلاف الناس في الآراء، وقد ابتلى الله عباده بالفتن. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والكين فتنة وإلينا ترجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالعصير عودا عودا، فأي قلب أشر بها نقطة فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نقطة فيه نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، ولا تدروه فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسواد مغبابة كالقود مزكية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. وهذه الفتن تكون عذاب لقوم ولقوم رحمة وتكفير لسيئات. أنواع الفتن. الفتن التي يبتلى الله عباده بما كثيرة وهي ترجع إلى نوعين. الأول فتن الشهوات كفتنة المال والنساء. الثاني فتن الشبهات كالأهواء التي أتت إلى ظهور البني والقتال بين المسلمين. وسنتحدث في موضوعنا هذا عن فتن الشبهات. أسباب الفتن. للفتن أسباب منها: أولا اتباع الهوى وفساد القصد. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يومي ويشم ويجعل صاحبه يرى الحق باطلا والباطل حقا. ثانيا الإفراد والتفريط، فإن الغلو في الدين من أكثر أسباب الوقوع في الفتن، فما وقع الكواريد في بدعة إلا الغلو. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سبقوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كما أن التفريط ومقابلة الغلو في الدين نتج عنه بدعة الإرجاع. موقف المسلم من الفتن. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وأرشد إلى ما يصم منها، وهو التمسك بسنة صلى الله عليه وسلم وبيان ما على المسلم فعله وقت الفتن. وإليك بيان بعد ذلك في النقاط الآتية. أولا الإفراد والتفريط. أولا موقف المسلم من الفتن. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وأرشد إلى ما يصم منها، وهو التمسك بسنة صلى الله عليه وسلم وبيان ما على المسلم فعله وقت الفتن. وإليك بيان بعد ذلك في النقاط الآتية. أولا التعوذ من الفتن، وذلك في كل صلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ثانيا التمسك بالكتاب والسنة، فإن التمسك بهما يجعل العبد الإنغام في عقيدته وعمله ولا يقع في فتنة. فمن تمسك بهما وسار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر قسم من الفتن. وإنما الفتنة في مخالقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال صلى الله عليه وسلم: أوصي
عليكم بالتقوى الله والصوم والطاعة، فإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنما الضلالة فمن أدرك ذلك منكم، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهاديين عدوا عليها بالنواجذ. اللهم اجعلنا من اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكبير التكبير. zamu saurari karatun sira daga bakin Ummul Khair Salis tare da ita akwai Aisha Usman. Ummul Khair Salis Aisha Usman.